we give warning for everybody is trying to break the laws or try to be out of control, and we will take the essential steps against anybody try to break the law. تقريبا الساعة 8:30 تم الإخبار عن عبوة ناسفة في أحد الأفرع في ناحية المنصورية. جو الشرطة بس ما شولوها، ما قدروا يشيلونها، فإحنا انجمعنا على أساس نريد نشيلها، فمن وصلناها انفجرت. باختصار قتيل واحد و18 جريح.